سماء منورانا والف مبروك. يعني تسلم. حقيقه احنا كلنا فخورين بيكي وبنقول لك الف الف مبروك، ودايما ناجحه ومتالقه كده دايما. لو تكلمينا بقى وتقولي لنا عن مشاعرك وانت بيتم اعلانك من اوائل الثانويه العامه. بصراحة والله أنا كنت مصدقة، يعني بجد كنت فرحانة جدا جدا جدا، ولحظة حلوة أوي 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 أوي. أنا حاسة إن أنا كنت عاوزة أتكلم أكتر من فرحة. ربنا يجعل ايامك كلها فرحه يا سما. ربنا مين اللي جاب لك النتيجه بقى؟ كمان هو تعليم عندي إن أنا طلعت أول جمهورية. يعني الحقيقه فرحه يمكن ما تتوصفش. انا يعني يمكن كلنا مرينا بهذه المراحل، مراحل الثانويه العامه والصعوبات والتعب والمجهود الكبير اللي بنبذله على مدار شهور، وبنبقى مستنيين النتيجه لانها اللي بترجم كل هذا المجهود في نهايه المطاف. كلمينا بقى عن المرحله ديت، الشهور اللي كانت شهدت التعب والسهر والمذاكره، كنت بتذاكري ازاي وبتقضي وقتك ازاي علشان يعني تحققي اللي انت نفسك فيه وتوصلي لهذه النتيجه؟ يمكن بس اللي كان صعب شويه في السنه مش الملامس، الملامس كانت كويسه جدا طول السنه. السنه كانت طويله، طبيب انا بس يعني ممكن بيوصل لمرحله ان هو ايه جاب اخره خلاص بقى كفايه عايزين هتخلص. بس يعني طالما في هدف وفي حاجه الواحد عايز يوصلها هيستحمل اي حاجه قدامها. طيب لو تكلمينا بقى عن مراحلك المقدمه، يعني انت بتفكري بقى في كليه ايه ولا لسه ما حددتيش؟ بفكر كلية الألسن في اللغات إن شاء الله. ربنا يوفقك يا سما ودايما ناجحه ومتالقه، والمره الجايه نستضيفك برضو معانا هنا في شاشه تلفزيون اليوم السابع عشان نتكلم معاكي عن انجاز اكبر ونجاح اكبر. إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا يا سما.